هات حصري ومادي هتشوفوا مشوار حياتي على شعبيات حصري ومادي هتشوفوا مشوار حياتي كل يوم نجم معانا يحكي لنا تاريخه بأمانة كل يوم نجم معانا يحكي لنا تاريخه بأمانة هيغني ويقول حكايات أصل الفن دي شعبية سيداتي أنساتي سادتي لنا لقاء وحلقة جديدة مع برنامج مشوار حياتي. حلقة النهاردة هتكون مع الفنان الشعبي نجم الأغنية الشعبية والفنان المحبوب الكبير الفنان سيد إمام. والهم من يوم الوش يضحك يا با الوش يضحك يا با وبنداري في دموعنا جوانا جرح وألم ويا ما بالدار يهدمنا يا ما بالدار يهدمنا والدنيا زي الطحونة أسيا ما بترحم والدنيا زي الطحونة أسيا ما بترحم ملناش غير ربنا نشكيله همومنا. أهلا بحضرتك أستاذ سيد. أهلا وسهلا بحضرتك. النهاردة بنتكلم عن مشوار حياتك، كلمنا بداياتك في الغنى. لا بداياتي كنت بعزف كولا، بعزف كولا وما زلت لحد دلوقتي بعزف كولا يعني. هل بدأت حياتك بعد الكولا، بدأت ان انت تقول مديح زي ما انت قلت لي؟ او انا اشتغلت بقى مع بحكم ان انا كنت بعزف كولا، اشتغلت بقى مع المنشدين والصيطة والفنانين البلدي زي محمد ابو دراع والصيطة والمنشدين اللي هم في الذكر في الموالد. هل طبعا ده بدايتك ككولا، بدايتك كغناء او كمولد ان انت دخلت في ان انت بقيت تقول الموالد والحاجات؟ طبعا كل واحد كنت بشتغل معاه كنت بحفظه بيقول ايه، الى ان بقى عندي رصيد يعني رصيد جامد من الكم من الانشاد او الكلام يعني. فجربت بقى موضوع ان انا اغني بعد عزف الكولا. هل بدات استاذ سيد، انا كنت اعلم ان كان بينزل البومات وكان بيقولوا الشيخ سيد امام وكده؟ طبعا بقى كنت انا اول حاجه عملتها لغرض زمان اخد بالك من الدنيا، ده كان في الثمانينات تقريبا. وبعد كده بقى طبعا الالبوم ده كان نجح فتوالت بعد كده بقى عملت بعد كده انت الغريب ويا رب انت الغني وحوالي بتاع 40 البوم. طب نسمع حاجه كده من اللي انت بدات الالبومات الاولانيه اللي هي مش شيخ سيد، مش المطرب سيد. يلي غرك زمان خد بالك من الدنيا واعمل حساب للآخرة وسيبك من الدنيا، يا ما خلق ظلمت كتير زلتهم الدنيا، شوف اللي قبلك يا فاني راحوا فين، جيل بعد جيل وده وعدي ومكتوب، الغني جار الفقير في التراب نايمين، يا عبدي ارجع وتوب يا فاني ارجع وتوب، ده اللي لك مكتوب
هتشوفوا في الدنيا. ياللي الغرور خلاك بتظلم المخاليف، وفكرت نفسك بانك عينيت عن المخاليف. يا ما التراب لم يدوب كتير مخاليف، ياللي الغرور خلاك بتظلم المخاليف، وفكرت نفسك بانك عليت عن المخاليف. يا ما التراب لم يدوب كتير مخاليف، يا ما قبلك اتغر في الدنيا وشاف له يومين، لا دنيا دايما ولا مال خد بال، ويوم نزولك القبر حيسألوك ملكين، لا اخي ولا صاحب راح ينفعك خد بال. بترجعنا للشغل الجميل القديم ده الحلو قوي. طب ده لقيت ليه صدى مع الناس طبعا؟ ده يعني انا ما كنتش متوقع النجاح ده، يعني نجح البوم ده، يعني نجح جامد جدا، لدرجه ان انا يعني كنت بشوف ناس صحابي شغالين في السعوديه وفي ليبيا وفي الدول العربيه دي كانوا بيقولوا لي احنا انت شرايطك هناك في السعوديه، وقالوا معقوله؟ قولوا والله، وفي ليبيا وفي العراق. طب كلمنا عن المرحلة طبعا، يعني بعد الموضوع الألبوم الشيخ سيد إمام ابتديت طبعا تشتغل في الموالد والأذكار وكده. بدأت بقى أشتغل في الموالد، والحمد لله عملت اسم كبير الحمد لله في الموالد. بدأت بقى أشتغل مولد السيد البدوي والسيدة زينب وموالد مصر كلها، يعني كنت أنا الأرشيف بتاع الموالد زمان. طب ايه النقله بقى من 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 الموالد للجهه بقى الفن الشعبي ده؟ ليها قصه يعني. كنت بعمل شريط اسمه اليتيم. طبعا انا كنت في جوه في الاستديو شغال، وكان المرحوم محمد اسماعيل كان ملحن رحمه الله عليه، فسال المنتج اللي هو سيد نصر، قال له مين الواد اللي بيغني جوه ده؟ قال له ده الشيخ سيد إمام. قال له شيخ مين يا عم؟ الواد اللي جوه ده أنا أتحدى بيه لو عمل ألبوم أغاني هيكسر الدنيا. فسيد نصر قال له يا عم ده شيخ، يا عم أغاني إيه اللي هو هغنيها؟ ده هو شيخ ذكر والناس حباه كده وبتاع. قال له لا 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 لا، الواد ده لو عمل شغل شعبي انا يعني. وتحدى سيد نصر، قال له انا ممكن ابطلها خالص لو الواد. يعني هو تنبأ مولد فنان شعب. والله البلد يعني الله يرحمه بقى ويحسن اليه كان محمد اسماعيل. يا ناس كفايه بس، هو انا ناقص نحس، بتقولوا عنده تاكس، يا عيني عنده تاكس، واللي ما يعرفش بيقول يا ناس يا خلقي يا هوم، بدل ما تحسدوه تعالوا انتوا اركبوه، واللي يجي بالنص يا ناس كفاية بس، هو انا ناقص نحس.
عملت اشكل مين. وعلى فكره اغنيه ما كانش عشمه ما كانتش في الالبوم، انا كنت كتبتها وبعتها المصنفات، وايامها كان مدير المصنفات كان اسمه صلاح صالح تقريبا، صلاح صالح ايوه فاكر اسمه. وكان الراجل ده شديد قوي يعني، كان ممكن ايه يشطب او يعمل تعديل او يعمل حذف او يعمل حذف. فانا حطيت ما كانش عشان كده، طلع ثم قدمها وقلت بقى انت بحظك بقى يا صلاح صالح ايه صرح بيها يا رميناه. فطبعا يوم التسجيل، يوم ما انا بسجل كان في صوت القاهره، صوت القاهره اللي هو في العتبه اللي هو تهد دلوقتي دوت. ف وانا شغال بسجل بصيت، كان واحد صديق ليا في المصنفات لقيته جاييني وداخل عليا بالورقه، بقول له ايه ده؟ قال لي يا عم الورقه هي ما كانش عشان اتسرحت اهي. يا نهار ابيض، طب انا لا عملت عليها بروفا ولا عملت مزيكا ولا هعرف اغنيها ازاي، عباره عن ورقه اغنيه بات ورقه. ببص كده مش مصدق لما نعمل التسجيل ايه ده. فالاخ محمد غنيم الله يمسيه بالخير كان هو بتاع المزيكا اللي معايا، قال لي طب انت هتغنيها ازاي؟ قلت له استنى شويه. وسبحان الله مش عارف عملتها ازاي كده، لان طبعا الحمد لله رب العالمين الملكه بتاعه التلحين في دمي عندي. فقلت له طب يلا 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 وعملنا ما كانش عشان كده كتير، مع ان ما كانش موجوده خالص في الاول. كلمنا بقى في الالبوم بتاع ما كانش عشان كده طيري، حققت الالبوم كله اغاني كانت فيها. انا اتذكر ان هو كان الفنان ايهاب توفيق كان عامل البوم اسمه عدى الليل، انا فاكر كان التسعينات تقريبا. و فجه الالبوم اشكل مين، هو ما كانش عاشم دوت، عمل حقق مبيعات جامده جدا يعني. يقال انا ما اعرفش كان متاكد او مش متاكد يعني، يقال ان هو عدى 7 مليون. بسم الله ما شاء الله. وبعد الالبوم الاول طبعا حصل طفره وحصل انتقال لفن شعبي، مطرب شعبي اتولد من جديد. كلمنا ما بعد تحياك لاول البوم. لا هو برضو الانشاد الديني طبعا خدمني اكتر لما عملت انا الشعبي ونجحت فيه. طبعا انا كان ليا رصيد قديم اللي هو الانشاد الديني، وكانت الناس فاكره ان الشيخ سيد امام يبقى ابو سيد امام اللي هو الفنان الشعبي اللي هو بيقول اغاني. ده نفعني، ده نفعني كشهره بين الجمهور او كده يعني. انه طبعا الله ما هو ده اللي عامل الغرض زمانك، ده عامل يا رب انت الغني، ده عامل كذا، ده عامل كذا، ده عامل كذا. بعد كده بقى عملت حبيبي انا، وعملت عشره عمري، وحوالي 9 البومات مواويل. يا دنيا
هاتي كل ما عندك ما دام ماليش خاطر عندك. يا دنيا هاتي كل ما عندك ما دام ماليش خاطر عندك. تملي غاوية عن دينك وانا اللي ما اقدرش عندك. تملي غاوية عن دينك وانا اللي ما اقدرش عندك. من صغري وانا شايل همي كبرت اوي انا عن سني. صغري وانا شايل همي كبرت اوي انا عن سني. الحمل مال مني يا دنيا ما حد يجي يطمني. الحمل مال مني يا دنيا ما حد يجي يوم. حتى اهلي وناسي سابوني في المر بقاسي. حتى اهلي وناسي سابوني في المر بقاسي. ما حد جاني وقال مالك ولا حد فيهم طمن. ما حد جاني وقال مالك ولا حد يوم. الصحاب انواع انواع صاحب خان وصاحب باع. الصحاب انواع انواع صاحب خان وصاحب باع. صاحب تملي يجيب سيرتي بيقول كلامه وبيقلمني. صاحب تملي يجيب سيرتي ويقول كلام اللي قلبي انا ارتاح له. كل يوم كنت بروح له اللي قلبي انا ارتاح له. وكل يوم كنت بروح له ممشيني عشان غايه ومصاحبني لمصلحته. ممشيني عشان غايه ومصاحبني لمصلحته. يا رب يا عالم احوالي امتى في يوم يروق بالي. يا رب يا عالم احوالي امتى في يوم يروق بالي. الفرح يرجع زي زمان وانسى كل اللي جرالي. الفرح يرجع زي زمان وانسى كل اللي جرالي. يا رب. ما بعد الافراح هل انتقلت الموضوع كليبات ولا ايه؟ عملت بقى طبعا الاستاذ الجميل. الاستاذ الجميل قوي قوي الراجل ده انا بحبه. الاستاذ احمد حماد طبعا. هو اللي عمل لي اعاد لي اغنيه ما كانش عشان كده طيري. وانا كان ليا الشرف يعني ان قناه شعبيات تتبنى الاغنيه دي صراحه. ما كانش عشان كده طير تضرني وتحوم على غيري. ما كانش عشان كده طير تضرني وتحوم على غيري. بكره تشوف يا ناكر خيري زماني من زمان غيري. بكره تشوف يا ناكر خيري زماني من زمان غيري. وما كانش عشان ما كانش عشان ما كانش عشان كده يا غيري. عم سيد كلمنا طبعا ان احنا بنسال السؤال المعتاد
كل مطرب شعبي في جمهورية مصر العربية هو تخرج من مدرسة. في عبد المطلب، في شفيق جلال، في العزبي، في عدوية، انت من اي مدرسة من المدارس؟ والله اقول لك انا يعني انا نيجي على الانشاد الاول. طبعا انا غويت الانشاد وحبيته من الشيخ ابراهيم الدسوق الله رحمه الله عليه. الشيخ ابراهيم الدسوق ده يعتبر يعني ايه الاب، ابويا اللي علمني وخدت روحه وخدت طريقته في الغنى، بس انا ما قلدتوش، يعني انا ما قلدتوش، ولكن من هنا بدات ان انا يعني اتعلم الانشاد او القصائد، لان يعني حفظنا حوالي 185 قصيده. نقول 185 يعني نسمع حاجه منهم. طيب اذا كنت فاكر يعني حاجه منها كتير. كتير نسمع. يعني ممكن اقلد الشيخ ابراهيم كمان؟ طبعا. اوكي. الله رحمه الله عليه. هيا يا ساقي المدى مسقينا كأسا تنور بشربها الأرواح، أو ما ترى الساقي القديم يديرها، وكأن في كأسنا مصباح. هي أسكرت في الخلد آدم مرة، وعليه منها حلة ووشاح، وكذا نوح على السفينة أسكرت، وله بها آنة ونواح. ولما دنا موسى إلى تعليمها ألقى العصا وتكسرت الألواح، وغدا ابن مريم في هواها هائما، وهو الذي بشرابها سياح. فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، فإن التشبه بالكرام فلاح. سبحانك انت العليم ورقيب على عمل، دخلوا ديوان الفنا وسر البقاء معاهم، دركوا رموز الألف وبنور البصيرة حلاهم، ولما دبوا في الحب قام الحب علاهم. دول رجال واصلين ومعروفين بسماهم، تلقى رضوان على باب الجنة مسكي الأسماء. نصيحة للشباب اللي هم طالعين تنصحهم؟ لو انتوا عملتوا كلام هادف، كلام بيفيد الناس بيفيد المجتمع، يكون أفضل ويكون أحسن وحيعيش معاكم. أما المطربين الشباب الشعبي؟ المطربين الشباب الشعبي في اختلاف جامد، يعني كل مطرب دلوقتي عاوز ايه، ان هو ايه تقول يا نجم يا نجم يا نجم يا نجم، وبعدين بيدور على ايه، بيدور على الماده. يبقى نقدر نقول غرور، زي ما عملنا في حلقه عم شعبان عبد الرحيم قال لك كل واحد بيعمل كليب الغرور مليء. طب ما هو يتغر على ايه، ما انت لسه ما بداتش عشان تتغر. ما يعني بص، في يعني في مقوله جميله، تواضع لرب العرش علك ترفعه، فما خاب عبدا للمهيمن خاضعه.
الانسان مننا يعني هتغر على ايه؟ انا هتغر على ايه؟ يعني انا اقول لك على يعني انا كنت في قمه البوم ما كانش عشمي بالعالمين، عمري في حياتي ما خدني مس غرور صغير. ما هو ده اللي احنا بنقول عليه التاريخ واللي احنا اتعلمناه من الناس اللي قبلنا، ان احنا مهما نعلى احنا لسه بنتعلم ولسه هنتعلم. فهو الفرق بين الجيل والجيل. رمضان بص انا في يعني في حاجه احب اقولها، صدقني والله العظيم اي انسان مغرور نصيحه لله مني انا ليه لازم يروح لدكتور نفساني. ذنبي عظيم وانت الرحيم، ذنبي عظيم وانت الرحيم يا كتوب وحياة حبيبك اقبلها مني. زمن الصبا راح والعمر كمان ولا الوس مني الحنا والجسم بقى إلا زمن الصبا راح والعمر كمان ولا الوس مني الحنا والجسم بقى إلا وللظروف أحكام وصل الظروف علة. الحمد لله الحمد لله على حسن أعمالي، ده الفاحت في النازل لكن اللي بنى بعد ما استمتعنا بالفنان سيد إمام في مشوار حياتي. إن شاء الله لنا حلقة أخرى مع مشوار حياتي وتحياتي رمضان فؤاد. نتمنى لكم ليلة سعيدة وبكرة في حلقة جديدة، نتمنى لكم ليلة سعيدة وبكرة في حلقة جديدة، هيكون معنا ومعكم فنان مشوار حياتي تقدم رمضان، هيكون معنا ومعكم فنان مشوار حياتي تقدم رمضان. شعبية أحمد حمد كله جديد في جديد يا ولاد.